دكتوره مريم عالمي، صباح النور. صباح الخير. مرحبا بك. صباحيه الدزام، وشكرا لتلبيه الدعوه. شكرا على الدعوه. انت مختصه في امراض الاطفال؟ تماما. اذا اليوم غادي تكلمي لنا على هذاك المغص اللي تارق كل الامهات. مغص تنظن بان ما كاينش بيبي ما بكاش بهذوك لي كوليك اللي تيحرقوه في الليل، كثيريه في الليل، ما عرفناش علاش. وي ان بيبي سور 4. ان بيبي سور 4 25%، ماشي 100%. سبحان الله، انا اللي تنعرفهم كلهم تيعانيو من هذا المشكل هذا. بغينا نعرفوا شنو هما هاد لي كوليك، شنو هما هاد المغص هذا، شنو هو علميا وطبيا اش تيوقع لوليد الصغير باش يبكي بهاد الدرجه المروعه؟ الوغ المغص عند غاضع، هو تيصيب غاضع من تبدا تقريبا في جوج سيمانات، باش تيكون غادي عنده جوج سيمانات من العمر، تيبقى حتى ابوبخي اربع شهور. اربع شهور ماكسيموم سته اشهر. داكوغ. هي شنو هو هذا المغص؟ هو حاله بكاء شديد متكرر اللي عنده واحد التعريف طبي، يعني اكثر من ثلاثه السوايع في النهار، اكثر من ثلاث ايام في السيمانه، وتيتعاود اكثر من مره في السيمانه، اكثر من السيمانه، يعني الوتيره ديالو تتخرج دي بلو دون سيمانه، اكثر من سيمانه هو كاين. داكوغ. دونك هاد حالات البكاء بيان سور اي رضع كيبكي. حالات البكاء هي طبيعيه، ولكن ما كتفوتش ساعه ونص في النهار في غالب الاحيان. الا جمعنا كلشي البكا ديال النهار، الا جمعنا البكا ديال النهار كامل عند الرضع، هذه حاله العاديه. حالات هاد المغص ولي كوليك ديال لو نوريسون سي اكثر من ثلاثه السوايع في النهار، هي اللي باش ترجع غير طبيعيه. وكانت نتكلموا على المغاص ولا على لي كوليك عند الرضيع اللي تيكون بيان سور اون بون سونتي، يعني حاله الصحه ديالو عاديه، تياخذ الوزن ديالو بصفه عاديه، ما كاينش حاله المغاص. يعني في المراقبه الطبيه ديالو راه غادي مزيان. المراقبه الطبيه ديالو غادي مزيان، هي حاله ليست مغاضيه. اها، ماشي مرض ديال المغص. هي ليست حاله مغاضيه. اشنو تيوقع دكتوره؟ هي اشنو تيوقع؟ مازال ما عندناش سبب التدقيق. هما سي سورتو دي زيبوتيز، يعني احتمالات علميه طبيه. تيقولوا؟ تيقولوا انه اولا الدخول في حاله النوم عند الرضيع، تنعرفوا بان حاله النوم النوم باش تدخل فيه كاين اربعه ديال لي فاز. بعد ديال المراحل. داكوغ. عند الرضع تيدخل في حاله النوم، تيدوز من مرحله البكاء بارادوكسال، لو سومي بارادوكسال تيبدا به هو الاول، الوغ كو عند الكبار، عند الناس الكبار ولا عند الطفل اللي كبر من الرضع، تيبدا بواحد حاله النوم الخفيف، وعاد بشويه بشويه كيدخل في النوم المتعمق والنوم بارادوكسال والفياق. وعاد الفياق. داكوغ. الوغ باش كيدخل في النوم غادي حاله طبيعيه، انه كيدخل النوم بالبكاء، تيتعصب وعاد كينعس. داكوغ. هذه حاله طبيعيه. تنحتاج دوك ديك الغادي، ولا بد فاش غيبدا يبكي وغادي يبدا هذا، غادي تطمئنو، غتقبطو في تواسي، تقبطو في درعانك، تراري به فوالا، باش يدخل في ديك النوم. ولكن غير اون فوا يبدا يدخل في حاله النوم خصنا نخليوه لان حاله طبيعيه. داكوغ. دونك اولا الدخول في النوم اللي الكيفيه ديالو مختلفه عن على عند الكبار. ثانيا يعني هذا يقدر يكون سبب في المغص. سبب في هذا الاشتداد ديال البكاء عند الطفل. السبب الثاني هو انه اكتشفوا دابا بعد البحوثات الطبيه انه هناك واحد الهرمونه هي لاموتيلين، سميتها الهرمونه ديال لاموتيلين، وهي تتسرع من الجهاز الهضمي تتخدمه بسرعه فوالا، اكثر من اللازم. دونك البحوثات الطبيه شافت بانه فاش كيكون لو طو ديالها، نسبه هاد الموتيلين في لو كوردون اومبيليكال، يعني في الحبل السري عند الام، عند الزياده، فاش تيكون هاد لو طو دو موتيلين طالع بزاف، هاد الدراري هما اللي كيديروا هاد المغص بشده. يعني دكتوره، حنا في الشائع عندنا في المجتمع تيقولوا راه المصارين عاد بداو تيخدموا، واش هناك تفسير علمي لهاد الشائعه هذه؟
هي شائعه. نرجع لك سميره للسبب الثالث. هو عند كاين واحد المشكل في التوازن ديال البكتيريات اللي كتشكل الجراثيم المعويه. يعني كاين واحد لا فلور انتستينال تيكونوا دي بكتيري اللي تتكون كثر عند هاد الاطفال اللي اللي مصابين بالمغص بالنسبه للاطفال اللي ما كيتصابوش بالمغص. يقدر يكون هذا هو التفسير العامي لهذه الشائعه. هذا هو التفسير العامي لهذه الشائعه تماما. لان عاوتاني كاين سبب اخر تيقول لك لو سيستم انتستينال الجهاز الهضمي ما تمش النمو ديالو كامل والنضوج ديالو كاملا. واضح. هادو يعني الاسباب. دابا دكتوره اللي حنا بغينا نخرجوا بحلول، لان السيدات الله يحسن العوان فاش يشوفوا وليداتهم تيغوتوا بحال هكاك راه تيحماقوا ما تيعرفوا ما يديروا بعدا. كاين اللي تمشي لي زورجونس، فاعطينا حلول يعني فعليه وعمليه باش نعاونوا هاد الوليدات نخففوا من الحده ديال الالم ديالهم. الوغ اول شيء فاش يكون تكون هذه الحاله استشاره الطبيب. علاش استشاره الطبيب؟ باش يتاكد بان هذه حاله غير مرضيه. داكوغ، بانه حاله طبيعيه باساجير دغيا غادي تدوز. فاش غادي تفوت توصل اربع شهور الوليد الصغير صافي غادي يولي غير بعد الخطر تيبغي يخرج. ولكن دابا هي حاله البكاء غاتدوم غير بضع دقائق، ولكن بالنسبه للاباء تجيهم ساعات. صعيبة باش يتحملوها. المشكل هو انه تتوقع في واحد لو سيركل فيسيو، يعني الوليد كيبكي معصب، هذا محتاج لديك لي بارون ديالو الاباء ديالو يطمئنوه يكونوا مرتاحين وهذا. دونك خصهم يحاولوا يفهموا هذه القضية. خصهم يحاولوا يفهموا بأنه مسألة طبيعية، مسألة طبيعية، وخصهم يكونوا مطمئنين، وخصهم أنهم يدوزوا ديك حالة الطمأنينة للوليد ديالهم. هذه الأولى. ثانيا خصهم يعرفوا بأنه فاش يفوت طاقة الاستحمال ديالهم ديال هذا البكاء يقدروا يدوزوا ما فيها باس هذا الوليد، تشدوا خالته، تشدوا لو طون كو لا مامون ترتاح. يعني ما عندنا ما نديرو من غير اننا لا كاين حلول اخرى ولكن هذه سي لا باز. هذه سي لا باز. كاين دابا سكون ابيل لي بروبيوتيك. سكون ابيل لي بروبيوتيك سورتو هي كائنات حيه على شكل ادويه، على شكل دي غرانول فوالا، كلها تخلط مع الاكل، مع يوغورت، مع شويه ديال الحليب، كتعطى للدراري الصغار. ولكن قلتي الاكل هما تيجيو من المغاصب قبل من اربع شهور مع الحليب ديالهم. فوالا مع الحليب ديالهم. ولكن تياخذ هذا التدريب وحديته مع شويش الماء. فوالا مع شويش الماء تتعطي هاد الكائنات الحيه السيدات اللي يسمعوا الكائنات الحيه راه يصحاب لهم كائنات حيه. لا سي ميكرو اورغانيزم باش نعرف على لي بروبيوتيك. فوالا غير باش نعرف على لي بروبيوتيك تتعطى شويه مع شويه ديال الماء ولا شويه ديال الحليب باش كيتعاون هذا الجهاز الهضمي وتتعاون على تحسين التوازن. توازن داكوغ. اي دونك عندها فعاليه. هادو هما اللي تبتات الفعاليه ديالها. يعني الاباء خاصهم يكونوا مرتاحين، خاصهم يعاونوا بهالدوايات هادو فقط، وخصوصا عند الدراري اللي كيكونوا عن طريق غضاء عن طريق التدين. واضح. وكاين عاوتاني طرق اخرى. المهم بعد المرات تتعطي نتيجه وبعد المرات يعني كل طفل شنو تيواتي شويه ديال الدليك لي ماساج مع عقارب الساعه. مع عقارب تماما دو فاسون سيركولير، استعمال زيوت طبيعيه نباتيه. من الاحسن اننا نتفاداو زيت اللوز، لانه بعد المرات كتعطي حساسيات عند واضح. دكتوره مريم عالمي تنشكرك بزاف على المداخله ديالك اليوم بما يخص المغص ديال الوليدات الصغار. نتلاقاو بك عما قريب ان شاء الله.